السلام عليكم. درسنا اليوم راح يتكلم عن الهطل الفقري، تقريبا راح نتطرق عليه بشكل نظري وبشكل عملي. الهطل الفقري هي معناتها مصطلحات المستخدمة في الفنادق أو الفندقية، الحجوزات وما شابه. هذا الدرس راح يفيدكم مثلا إذا راح يسافر مثلا في الصيف أو أي مكان راح يسكن مثلا برا السعودية أو شيء، إلا ما يستخدم أحد هذه المفردات. هنا راح نشرحها بالتفصيل إن شاء الله وبشكل مفصل. لو نلاحظ في البداية كإنتروداكشن عندنا ثلاثة أعمدة. العمود الأول قلنا الورد الكلمة زائد البارت أوف سبيتش، يعني حتى الكلمة شنو نوعها. ثم العمود الثاني الميننج اللي هي المعنى. بعدين العمود الثالث examples، كيف نستخدمها في sentence. أنا ضفت لكم مثلا في العمود الأول حطيت لكم الكلمة ومعناها بالعربي. الآن بس خلينا نشرحهم أفضل أساس تكون عندكم معرفة أكثر، مو بس ترجمة. مثلا لو نبدأ بالأولى عندنا adjoining rooms، معناته اللي هي الغرفة المزدوجة. شنو المقصود بالادجوينينج رومز؟ أحيانا لما نكون عائلة أو شيء أكثر من شخص تقدر تطلب من الفندق إنه يعطيكم adjoining rooms اللي هي غرفتين، يعني الدخول لها من الخارج، لكن في باب يربطهم من في ما بينهم على أساس يفتح لكم باب الوسط داخل الشيء. هذا أغلب الموجود مثلا في بعض الفنادق إنه يكون في باب بس مقفل. نقول لك شوف الميننج، two hotels rooms with door in the center. الكلمة الثانية عندنا amenities اللي هي الخدمات الداخلية. يقول لك local facilities such as stores and restaurants، اللي هي الخدمات اللي ما بين حول داخل الفندق، مثل المطاعم أو المحلات التجارية اللي تكون قريبة من الفندق. شوف الـ examples، we are located downtown so we are close to all of the amenities، يعني طبعا احنا ساكنين حول خلينا نقول في شيكاغو أو في هذه الأماكن downtown، يعني تقدر تنزل مثلا مشى وتشوف كل الخدمات. العمود الثالث الكلمة الثالثة sorry we have the word attractions. attraction ها تقدر تستخدم لأي شيء سياحي. attraction دائما لما تروح تروح أماكن، لما تسافر مرة أو شيء، إلا ما تفكر أول حاجة في attraction، وين تروح وين تروح. فمثلا لو ناخذ نقيس بشكل عام عن attraction في السعودية، نقول مثلا برج المملكة، مكة والمدينة. مثلا لما نتكلم عن باريس بنقول اتراكشن، بنقول مثلا المتاحف واشياء ثانيه، او مثلا بنروح الى اورلاندو في فلوريدا راح نتكلم عن ديزني وورلد او ديزني بارك. يقول لك معناته things for tourists to see and do. another word we have package. package اللي هي الشرط اللي يكون مع الكاستمر او كلاينت. another word we have bed and breakfast. طبعا هذه تقريبا تكون قليلة الاستخدام، يعني ممكن مثلا بس محل النوم والفطور. خلينا نقول مثلا على سبيل المثال أثناء الحج الخيام اللي تحط الحكومة هذه في هناك في ميناء أو شيء، هذا مثلا بس خلاص مبيت يوم أو يومين بالكثير، يعني شيء مؤقت، يعني مش هوتيل ولا شيء، يعني مثل هذا زي ما قلنا لكم الخيام أو التخييم أو هذه الأشياء. بيل بوي اللي هو الموظف اللي يكون يستقبلك على باب الفندق، اللي يكون عند العربة بس ياخذ الأغراض، يسمي بيل بوي.
Here we have word book. Here's book and here's pub. شنو نقصد بها؟ طبعا book ما نقصد بها الكتاب، نقصد بها حجز، يعني كمصطلح آخر reservation. مثل ما تعرفون الإنجليزي دائما يعتمد على الكلمة على موقعها من الجمل، بس تعطيك معنى آخر. فالآن مثلا عندنا book اللي هي العمل بقيام الغرف الحجز، يقول لك arrange to stay booked، يعني رتب نفسي مثلا أو شيء للجلوس في الفندق. I can book your family in the weekend of the 7th. هل شوفوا هنا الآن verb book، الثانية عندنا booked وهي adjective اللي هي صفة، في حال إنه يقول لنا booked with ed معناتها كل الحجوزات مليانة booked. لهذا من الأفضل إنك تشوف فندق آخر بس تحجز. I'm afraid the hotel is booked tonight. أنا أشعر بالخوف بسبب إن الفندق لا تحجز. Here we have brochure اللي هي المطوية أو شهادة المعلومات عن الفندق، اللي هي المعلومات اللي هي المطبعة اللي تكون تتوزع من الفندق أماكن عامة. عندنا ثم check in و check out. check in اللي هي لحظة الدخول في الفندق، وال check out لحظة الخروج من الفندق. هذا الأوقات معين، مثلا دخول الساعة 2 أو 3 والخروج لازم يكون قبل الساعة 11 أو 12 الظهر. You can check in anytime after 4 o'clock or 2 o'clock. Please return your parking pass when you check out. الباركن باس راح نتكلم عنها لاحقا. ثم عندنا كلمة ننطقها، خلينا نفصلها لكم بس اسهل. ننطق الجزء الاول نقول كام، بعدين ليمنت تري. لو ننجي لاحظوا عندنا 3 سيلابس، كام ليمن تري، كام ليمن تري. دائما لما نجي مثلا نقرا كلمة او شيء طويلة لازم اتهجئها الى تفاصيل. شنو السيلابس شنو الستبس، يعني التوقفات اللي تقول الناس اقدر اطلع الكلمة بشكل صحيح. الان مثلا كلمة طويلة قلنا فصلنا كام ليمن اداة تري، اذا كام ليمن تري بشكل عام معناته فطور مجاني او free breakfast اللي هي، او مثلا نستخدم مصطلح اخر free of charge. دائما لما تسمع free of charge يعني شيء مجاني، معناته ان الشيء المقدم متعلق بال. نشوف مثلا all of the rooms have complimentary soup, coffee and shampoo on breakfast. ثم عندنا cut roll away bed، معناته يقول لك a single bed on wheels that folds up اللي هي roll away. هذا مثلا لما يكون عندكم اطفال او شيء تطلب مثلا زي الاسره الاضافيه، ويكون شكلها كالتالي. لاحظوا هذه الكلمة اللي قلنا كلمة هون وين، اللي هي الأسئلة المطوية اللي هي الأسئلة الإضافية لما تجي تطلب من الفندق توفرها إلى. ثم عندنا كلمة damage charge
الدامج تشارج اللي هي التلفيات اللي بيقام هزمون داخل الفندق أو الغرفة، يعني غرامة تنخفض عليك حسب تسعيرها والعقد. ممكن بعدين يخصمها مثلا منك من الديبوزيت. الديبوزيت اللي هي الإيداع أو المقدم للفندق. في بعض الفنادق لا تطلب ديبوزيت أساس مثلا كحماية إن ما كان فيها أي تلفيات، أساس إن دامج تشارج وديبوزيت. خصوصا الديبوزيت تكون أكثر شيء تستخدم مش للهوتلز، تستخدم إلى ريزورت اللي هي منتجعات. مجرد خلص الخام ويكون كل شيء أموره سليم يرجع المبلغ لك. Amount paid ahead of time to secure reservation. أحيانا حتى يستخدم إلى تأكيد الحجز. الآن نبدأ في الأهم. في عندنا عدة أحجام للسفر. في عندنا الدبل بيد، يقول a bed large enough for two people. ثم بعدين عندنا كلمة queen bed اللي هو يكون أكبر من الدبل بيد. في عندنا الآن لحظة، هو لو بيت عندنا سنجل بيت لحق شخص واحد، ولو قلنا له هو السرير الإضافي مطوي سنجل بيت يكون حق شخص واحد فقط. دبل بيت اللي هو تقريبا شخص ونص أو شخصين. كوين بيت هو يكون أكثر حجما، مثل ما تلاحظون اسم كوين اللي هي مثلا الأميرة أو شيء ملكة. ثم عندنا الكلمة الأخيرة اللي هي king bed، شايفة هنا قلنا single bed، في عندنا king bed. دائما لما نجي نحجز نتأكد كم عدد الأشخاص عندنا قبل ما احجز، وانتبه للحجم السرير. هذه king size bed يكون اكبر حجم، مثلا راح يكون في هذا مع الاسم معروف king size، لهذا راح يكون الحجم اكبر. قلنا كلمة n راح ترمز الى هذا، راح نرجع لها بعد شوي. عندنا كلمة floor اللي هي الطابق، a level of the building. The swimming pool البركة is on the main floor. main floor اللي هي الطابق الأول أو الطابق الرئيسي في main floor. راح نكمل باقي المفردات في الفيديو التالي إن شاء الله. شكرا.